كنافة بالقشطة، طريقة مميزة وسهلة ونكهة كتير طيبة بطريقتي الخاصة. طبقة من الكنافة الذهبية اللذيذة وطبقة من القشطة أو الكريمة الغنية. أول إشي رح أحتاجه 250 جرام من الكنافة المجمدة. عجينة الكنافة بنقدر نجيبها من السوبر ماركت الكبير أو من محلات الحلويات. رح أبدأ أفرم الكنافة وهي مجمدة حتى أحصل على نتيجة أفضل. بفرمها لقطع متوسطة بالسكين بهالشكل. هيك صارت عندي الكنافة جاهزة. رح أخذها على طنجرة كبيرة على النار. أول إشي رح أضيف معلقتين كبار من السمنة البلدية. السمنة البلدية نكهتها كتير لذيذة، إذا ما توفرت نستبدلها بالسمنة العادية. رح أضيف عجينة الكنافة المفرومة وأحمصها على الغاز كتير منيح لحد ما تصير ذهبية. هاي الخطوة الأولى السهلة واللي منضمن فيها نحصل على لون ذهبي متساوي للكنافة. تحتاج منا تقريبا 5 دقايق من التقليب المستمر لحد ما تصير ذهبية بهذا اللون الحلو. هون صارت الكنافة جاهزة، رفعتها عن النار ورح أضيف لها 1/2 كوب من القطر البارد. القطر لازم يكون بارد جدا. لتحضير القطر نستخدم 1/2 كوب من السكر مع 1/2 كوب من المي ونغليهم لمدة 10 دقايق على نار هادية جدا. ضفت القطر للكنافة وحركت كتير منيح لتأكدت إنها تجانست كتير منيح مع القطر. هون رح أستخدم صينية التارت أو الصينية اللي قاعدتها قابلة إنها تتحرك. استخدموا أي صينية موجودة عندكم. قياس الصينية اللي استخدمتها 25 سنتي، ممكن كمان تنفع لصينية 30 سنتي. رح أوزع عجينة الكنافة بهالشكل بالصينية وأحاول أرفع شوي الجوانب، وهون لازم أضغطها بأي جسم صلب كوب مثلا. المهم أضغطها كتير منيح وأشكلها على شكل الصينية وأرفع الحواف. بعد ما انتهيت هيك صار شكل الكنافة عندي. رح أرفعها على جنب. في طنجرة تانية رح نبدأ نحضر الخليط السائل. 2 كوب من الحليب السائل بدرجة حرارة الغرفة، معاهم 1/4 كوب من النشا أو المايزينا، معلقة كبيرة من الطحين، و1/4 كوب سكر. رح أحرك هاي المكونات على البارد، بس أتأكد إنها تجانست والنشا اختفى مع الطحين جوا الحليب. رح أرفعهم على النار المتوسطة مع التحريك المستمر. أي إشي بيحتوي على الحليب لازم نضل نحركه باستمرار على النار حتى ما ينحرق معنا. مجرد ما وصل الخليط لمرحلة الغليان، هون رح أضيف معلقة كبيرة من الزبدة وبقلب كتير منيح لحد ما تختفي الزبدة وتدوب. كمان رح أضيف المستكة المطحونة. طبعا المستكة اختيارية، ممكن نضيف بدلها ماء الزهر، ماء الورد، الفانيلا. انا استخدمت هاي المستكة، بتيجي مطحونة مع الفانيلا، واستخدمت منها معلقة صغيرة. بقلب كتير منيح وبعدين برفعها على جنب. هون مباشرة رح اصبها على الكنافة، هي لسه سخنة. بصب الكمية كلها وبوزعها وبفردها كتير منيح بواسطة الاسباتيولا. قوام القشطة لازم يكون معاكم كثيف بهذا الشكل. هون رح أزينها بالفستق الحلبي المطحون، نقدر نستخدم أي نوع من المكسرات المتوفرة عندنا. كمان زينت بالورد المحمدي أو الورد الجوري القابل للأكل، بحب لونه كتير مع الأشياء اللي بتحتوي على القشطة. كمان نكهته خفيفة ولذيذة. تركتها تبرد بحرارة الغرفة، ما ببردها بالتلاجة، وبقدمها. شوفوا ما أحلى قوام القشطة، غني وكثيف. الكنافة رح تكون مقرمشة ونكهة السمنة البلدية فيها بتاخد العقل. جربوا هالوصفة السهلة وإن شاء الله ألف صحة وهنا.